فالمقادير عندنا موز، عيش توست، بيض، لبن، فانيليا، قرفة، جوزة الطيب، زبدة، عندي كورن فليكس، عندي بيكان أو عين جمل. وللتقديم بقى عندنا شوية صوص كراميل، وعندنا كمان سكر بودرة، بس دول للتقديم فيعني ما هماش حاجة أساسية قوي. أهو بسخن الطاسة على النار وهاخد الموز ده أحطه جوه العيش التوست. لو عايزين تدهنوا الأول العيش التوست بشوكولاتة قبل للدهن أو زبدة فول سوداني ممكن جدا. ومدام روحية معانا على التليفون، حطينا على كل واحدة توست موز، بيكان مجروش، جوزة الطيب، وقرفة، وبعدين هنقفل. العيش كده وأنا بقفل، خلوا بالكم إن أنا بحاول أضغط عليه علشان العيش التوست يمسك في بعضه لأنه طازة. طيب تاني حاجة هنعملها هتبقى ايه؟ هحط شوية سكر على البيض معاه الفانيليا، معاهم رشة قرفة ورشة جوزة الطيب. نعم،